طيب ففي عنا هون ال ال الفولتج سنسيتيف صوديوم شانل، فهون نحكي عن الستيجز 3 ستيتس او الستيتس اللي بتكون عليهم الفولتج سنسيتيف صوديوم شانل. فهي ممكن تكون اوبن زي ما هو ظاهر عندنا بالرسمه بال بي اي اوبن، واضح انها الاين شانل اوبن باختصار، واكتف اوبن الشانل من داخل هذا الخط المنقط يعني انها اوبن، واكتف انه البور هون مش مغلق فبشغاله تمام. فبطبيعه الحال الايون فلو كان بيصير بكل سهوله تمام. طيب في عنا حاله اخرى اللي هو الان اكتيفيتد ستيت. بالان اكتيفيتد ستيت الشانل از نوت كلوزد، بات اون ذا اذر هاند وي هاف البور ان اكتيفيتر هون بيكون عامل بلاجينج فمسكر الشانل تمام. هذا بنسميه inactivated. طيب وهذا بيمنع بطبيعة الحال الايون فلو. في حين في الأخير بيصير في عنا مش بس الموضوع انه في البور مسكر من هون فبس مش بس inactivated، لا هو بيصير في عنا نوعا ما conformational changes بتخلي الشانل مسكر فعليا تمام. هي قريبة من state يعني خلص هي نوعا ما بتكون stable على state هاي closed and inactivated، closed and inactivated not just inactivated.